بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواني أعضاء لجنة الإشراف على انتخابات غرب التجارة وصناعة أبوظبي لعام 2014، أن أعلن على حضراتكم إتمام عملية التصويت في الجولة الثانية لانتخابات الغرفة، وأن أعلن أسماء المرشحين الذين حققوا أعلى الأصوات في الانتخابات ومجموعهم 15 عضوا، منهم 13 عضوا من المواطنين وعضوان من غير المواطنين. الأخوة والأخوات، أود أن أشيد هذا الاختتام الناجح لانتخابات الغرفة بالدعم الكبير والرعاية التي أولتها قيادتنا الرشيدة لعملية انتخابات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لعام 2014، وأن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان باسمي ونيابة عن أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عرفانا من اللجنة والقائمين على العملية الانتخابية بالغرفة بهذه الرعاية والدعم الكبير التي حظيت به مما ساهم في إنجاحها وإظهارها بالصورة ورعاة المتقدمة التي تعكس المكانة المتقدمة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة. وأدعو الله أن يوفقهم لخدمة اقتصاد بلادنا ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة في وطننا العزيز بالإمارات. وبلغ إجمالي عدد الأصوات في المقار الثلاثة 14,557 صوتا، وعلي نعلن نتائج الفائزين بعد إجراء عملية الفرز، وذلك لعضوية مجلس إدارة الغرفة لعام 2014 على النحو التالي بيان: أحمد سالم سعيد محمد آل سعيد، وحصل على 2673 صوتاً.